كالفرت شابتر 3. جاي لك الكلام بقى. بنتكلم عن الريجيشن كالفرتس. هتلاقي بقى ان عندنا لازم تحضر سيكشن كالفرت، لازم تحضر المحاضره. ليه؟ لان دكتور في المحاضره بيشرح حاجه غير ان احنا بنشرحها في السيكشن، بيشرح حاجه اسمها وادي كالفرت. تمام؟ ده اللي يبقى اصلا مثلا ما يبقاش عندك مثلا وادي المطره بتمطر، فساعتها الوادي ده ممكن ايه يقتطع الطريق. تمام؟ فلازم تعمل حمايه، فبتعمل كالفرت عشان تحمي الطريق. بس الفكره ان دايما ما بيبقاش فيه ميه. انما احنا بنتكلم بقى في السكشن حاجه اسمها الريجيشن كالفرت. لا، الريجيشن كالفرت ده زي ما شرحنا قبل كده، هو اول الريجيشن كالفرت ده يعني زي الناس اللي ايه حضرت المحاضره، دايما القنوات بتاعتنا عباره عن مايت ليها، او الاسلوب بتاعها مايت، هو تطبيع على الاوت كنترول. عشان بس لما تشوف التصميم بتاعنا عامل ازاي تعرف تفرق ايه ما بين الكلام ده بتاع المحاضره. طيب ايه هو الاريجيشن كالفر؟ دايما اسم هو كالفر بس بتاع اريجيشن، ده معناه ان في بيبقى فيه ميه على طول. بنستخدمه امتى؟ زي ما خدنا قبل كده في شابتر 1، لما يكون عندي تقاطع رودواي ضعيف مع مجرى ماء. قلنا في التقاطع ده بنعمل ايه؟ حاجه من ثلاثه. اول حاجه هي بريدج، تمام؟ او ممكن نعمل ايه؟ كالفر، او ممكن نعمل تانل زي الفل. طيب على حسب ايه بعمل بريدج او كالفر او تانل؟ قلنا برضو على حسب ثلاث عوامل. اول حاجه عندي لو عندي نافيجيشن، لو عندي ملاحه مجرى المائي ده في سفن معديه. كل فكره الكالفرت ان انت بتعمل ايه؟ بتاخد الميه، خلي بالك واسمه برضه عبار، تاخد الميه وتعديها في تانل بس تحت الطريق. هل ينفع لو في سفن اخدها اعديها في تانل تحت الطريق؟ لا، ما ينفعش. فاول شرط عندي من شروط الكالفرت، لو انا بقى استخدم الكالفرت، لازم يبقى ايه؟ مفيش نافيجيشن. طيب وتاني عامل عندنا زي ما قلنا على حسب الكباسيتي. طيب الكباسيتي دي لو بتكلم على المجرى المائي هتكلم على الفلو، هتكلم على الاستشارج على الكيو، لو هتكلم على الطريق هتكلم على الترافيك. طيب نفترض ان احنا ما عندناش نافيجيشن، خلاص هختار بقى على حسب تاني عامل اللي هو الكباسيتي. هبتدي اقارن الفلو بتاع المجرى المائي والترافيك بتاع الطريق. هلاقي مثلا ان الفلو بتاعي لو فلو اقل، بينما الترافيك بتاعي لارج ترافيك. هلاقي عندي ايه؟ الفلو بتاعي قليل بينما الطريق بتاعي الترافيك بتاعه كبير. فايه اللي اسهل عندي؟ ان انا اتحكم في الفلو القليل واعديه من تحت الطريق في نفق، ولا ابتدي بقى لو مجرى مائي كبير زي مثلا نهر النيل كده ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اعمل بريدج. اتحكم اسهل في ايه؟ اتحكم اسهل او اعمل كروسنج هنا اللي هتحكم فيه في الطريق. فطبعا ايه؟ لو انا هعمل كالفرت، نفترض مثلا ان مفيش نافيجيشن، لو انا هعمل كالفرت يبقى ايه؟ ابتدي اشوف ده انا عندي لو فلو، فابتدي اتحكم في الايه؟ في الفلو بتاع الميكرو المائي واعديه من ايه؟ من تحت الطريق. طيب عشان نتخيل الموضوع اكتر، مثلا لو عندي كروس سيكشن كده اهو، ادي عندي كروس سيكشن، كروس سيكشن بتاع الكنال، عندي هنا بيت وبيرم وباك، كان ماشي فيه عادي ميه. طيب الباك ده زي ما اتفقنا ان هو طريق، راح جه تقاطع معاه طريق تاني. طيب الطريق التاني دوت اهو زي ما احنا ايه لازم زي عربيه كده اهو، الطريق التاني ده هيبتدي ايه تعمله بقى ايه؟ عايز اعديه من فوق المجرى المائي ده، فابتدي احول الفلو بتاع المجرى المائي لحاجه اسمها بقى ايه؟ كلوزد كوندويت. يعني ايه كوندويت؟ يعني بايب او ايه؟ او انبوبه مقفوله، كلوزد كوندويت. او بسميها حاجه ثانيه اللي هي الفينس. وده اول كومبوننت عندنا من الكومبوننتس بتاعت الكالفرت. ان انا باجي اقوم عامل ايه؟ المجرى المائي احول الميه بتاعته اعديها جوه الفتحات بتاعته. طبعا على حسب الفلو، على حسب عدد الفتحات. طيب هتيجي بقى تعدي الطريق من فوق، هروح من فوق الفتحات دي. فالميه انتقلت من اوبن شانل لايه؟ الى كلوزد كونتنت.
بس لازم انا بصمم اراعي ان هي دايما تبقى مليانه على الاخر running forward. هتلاقي برضه في المعادلات المنتجه ان احنا لازم بنصمم على اساس ان هي مليانه على الاخر. تمام؟ طيب هتيجي بقى من دلوقتي عديت الميه جوه الفتحات دي. فطبعا حصل تغير في الكروس سيكشن، حصل تغير في سرعه الميه، ده غير ان انا اصلا عايز اوجه الميه دي للفتحات دي. فلازم اعمل بروتكشن وولز، وده تاني كومبوننت عندنا من الكومبوننتس بتاعت الجدر، اعمل بروتكشن وولز في الانترنس وفي الاكزيت. البروتكشن وولز دي تشمل الوولز او الانلت وولز. لازم اوجه الميه عن طريق انترنس وولز او انلت وولز. لازم برضه احط نفترض الميه دي مثلا في درع. والدرع دي احنا طبعا عارفين في بعض الناس اللي ايه سلوكها مش كويس ممكن ترمي زباله، ممكن ترمي ايه؟ حيوان ايه ده؟ فلازم احط تاني حاجه اللي هي ايه؟ سكرين او شبكه. شبكه دي ما هي الا قضبان زي القضبان اللي عندنا على الشباك دي، ولكن باجي احطها قبل الفتحات. واخيرا طبعا طالما حصل عندي تغير في سرعه الميه يبقى لازم اعمل حمايه للبيت والسايد ستوف، يبقى لازم اعمل ايه؟ بيتشنج او اللي هو الايه؟ الريباب او الايه؟ اعمل بقى بيتشنج او حمايه للبيت والسايد ستوف باي طريقه. بس طبعا الايه؟ الحاجات البروتكشن ووركس دي في الانترنس وفي الاكسيت. انت عندك حصل تغير في الانترنس تمام؟ تمشي ايه اوبن شانل او ترابيزايدا، دخلت في الكلوزد كوندوت زادت السرعه، تيجي برده في الاكسيت الميه ايه؟ حصل انلارجمنت، الستريم لاينز ايه؟ حصل لها دايفرج برده بتعمل لي دوامات بلس. فلازم احط ايه؟ بيتشنج برده، ولازم ايه؟ اوجهها طبعا ايه؟ للكروس سيكشن بتاعي. هل لازم احط سكرين؟ لا خلاص مش لازم السكرين احطها في الايه؟ في الاكسيت. كفايه في الانترنس بس. طيب دي بقى الرسمه عندنا هو الكلام اللي انا حكيته ببقي بالظبط. عباره عن ايه؟ كنت انت ماشي عادي جدا ادي الكروس سيكشن بتاع الكنال عندك بيلت وبعد كده بيرم وبعد كده باك. وابتديت الميه بتاعت الكنال نفس الكلام بقى ده عند اللونجيتيونال سيكشن او اللي هو سيكشنال اليفيشن. كنت ماشي برضه بيلت وبيرم وباك والميه بتاعتك اللي هي ماشيه فيه. طيب ابتديت ان انت دلوقتي كنت ماشي هنا مثلا اول سيكشن عندي اول كروس سيكشن هنا اللي هو الايه؟ ترابيزويد كروس سيكشن. ليه عرض دي بتاعت الكنال وعمق الميه مثلا هنخليه ايه؟ هنخليه واو. طيب فدلوقتي عندك كنت انت ماشي كروس سيكشن ترابيزويدال كروس سيكشن ابتديت عايز توجه الميه الى ايه؟ الى جوه الفتحات دي. هتلاقي عندك بقى ادي ده الطريق بتاعي كنت انت ماشي ده الطريق وابتديت تعمل كروسنج مع طريق تاني ابتدى يلف. فطبعا جينا تحت الطريق ورحنا ردمنا وحطينا بقى الفتحات بتاعتنا اللي هي ايه ده ظهر عندي في البلان الفتحات الايه؟ كروز كونتوت او بنسميها الفيلز. اللي هي ظهرت عندي برضه هنا اهو كنت ماشي ده الطريق بتاعي وبعد كده ابتديت تعمل كروس مع الطريق تاني فابتديت تردم تحتيه تمام؟ حطيت ردم هنا اهو ده الفيلم وابتديت احط بقى الفتحات بتاعي اللي هي ظهرت عندي في الاليفيشن عباره عن ايه شكلها زي طمن بالظبط عشان اوجه فيها الايه؟ اوجه فيها الميه. طيب ابتدي اوجه الميه بقى عشان تدخل جوه الفتحات دي فهبتدي احط انلت بوكس. طبعا شكل الانلت بيختلف على حسب او ايه او شكل النص اللي بتعمله. نفترض ان انا عندي شكل ايه اللي هو الصادن ايه؟ صادن انلت او صادن بوكس تمام؟ ابتدي اوجه الميه بقى الى الفتحات بتاعتي عشان كده حطيت الانلت بوكس. ده غير ان انا حطيتها عشان خاطر بس اوجه الميه جوه الفتحات، لا انا حطيتها تاني عشان بعد كده ابتدي احط السكرين بتاعتي. ابتديت مثلا ان انا عندي فتحتين فابتديت في ايه؟ في فاصل ما بين الفتحتين ده اللي هو كنا بنسميه قبل كده البير. البير او الدرج. تمام؟ كنا بنسميه في سنه اولى. فده البير بتاعي عشان كده الثيكنس بتاعه هو التي بير اللي عاده بناخده تقريبا 1 متر. فابتديت احط الفاصل ما بين الفتحتين وابتديت الوولز دي ابتدي اعمل بقى باقي البروتكشن ابتدي احط سكرين. حطيت السكرين على زاويه معينه اللي هي دي عشان تبتدي اي حاجه مثلا تتحجز عليها.
طيب يجي بعد كده العامل بتاع الصيانه، اه لازم اعمل له برده مشايه عشان يبتدي ايه يشيل الحاجات اللي في الايه اللي على السكرينز دي. تمام، هتلاقي طبعا ان انت عندك في اوتوماتيك كليننج وفي مانوال كليننج. تمام، طيب برده لو انا مثلا عايز اعمل صيانه للفتحات دي لازم احط في الوولز دي لازم احط ايه جروفز، لازم احط البوابات، برده يجي العامل ايه يبتدي يفتح البوابات بتاعتي عشان يقدر يعمل صيانه. طيب وبعد كده ابتدي ابتدي بقى تحط الايه الفواصل ما بين الفتحات. ده اول سؤال عندك هنا، طب هي ليه عندك الفاصل ده اصغر من الفاصل ده؟ هو هنا انا محتاج الفاصل ده بس عشان يفصل ما بين الفتحات. تمام، انما الفاصل ده لو كبير لا انا محتاج اكبره شويه عشان احط فيه الجروبس. تمام، فعشان كده هتلاقيه اعرض شويه. ماشي، نفس الكلام اللي عملته هنا بس طبعا انا مش رسمه في الانترنس اعمله برضه في الاكسيت ما عدا طبعا السكرين. هبتدي احط برضه جروبس وابتدي ايه اعمل كل حاجه، هبتدي احط الكلام ده في الايه في الاكسيت. تمام، والميه بعد كده تبتدي تخرج بقى من الترابيزويدا هتعدي على نفس السكاشن بتاعه. طب نفترض ان انا دلوقتي عايز ارسم السكاشن عشان انا كل ما يحصل تغير في الكروس سكشن كل ما يحصل تغير في السرعه، فاول سرعه عندي اللي هي عند سكشن 1 اللي هي الايه دي كمان عباره عن جيو كانال على الاريا كانال اللي هي طبعا اريا الترابيزيوت الكروس سكشن. طيب هبتدي بقى حصل اول تغير في الكروس سكشن عن سكشن 2 اللي هو بتوين الوولز دي. طيب ايه الكروس سكشن اللي هيبان لك هنا اهو؟ ريكتانجل كروس سكشن بالظبط، العرض بتاعه مثلا هنسميه بي 2. هيبتدي عندي يبان ريكتانجل كروس سكشن، العرض بتاعه بي 2، وافترض طبعا الاسامبشن ده مش صح. تمام، لان لما حصل تغير في الكروس سكشن حصل كونتراكشن خدت انت من الهيدروليكس ان ايه؟ ان عمق المايه بيقل خصوصا لو صار كريتيكال فلو. تمام، فانا هختار ان عمق المايه ما بيقلش، هو بيقل فعلا ولكن بيقل بمعدل بسيط، بس انا عشان اعمل ديزاين واحسب اللوسز هختار ان هو ما بيقلش. يبقى انت ماشي في نفس الايه؟ نفس الواي بتاعت الايه كمان. طيب ابتدي بعد كده اخش على سيكشن 3، حصل تغير في الكروس سيكشن ازاي؟ جيت انت حطيت البير بتاعي في النص فقللت كروس سيكشن كمان فحصل عندي تغير، يعني انت كان عندك هنا في 2 بي عند سيكشن 2 اللي هي عباره عن كيو على البي 2 في الايه؟ في الواي. طيب حصل بعد سيكشن 3 هو نفس الكروس سيكشن ولكن عملت تغير في الايه؟ عملت تغير في حطيت هنا البير بتاعي حطيت تي بي. طيب عايز ابتدي احسب برضه البي 3 عن سيكشن 3 واسميها في ابروتش الابروتش فيلوسيتي. تمام، او اسميها في 3 براحتك يعني. ابروتش فيلوسيتي عباره عن كيو كمان برضه افترض ان عمق الميه هو هو واي كمان مضروبة فيه. المرة دي بقى أحسب العرض ده، العرض اللي بيعدي من فيه الماية. طب هو عبارة عن إيه؟ بي 2 ناقص التي بي. أو لو عندي بقى أكتر من تي بي خلي بالك أنت كل ما هيكون عندك مثلا عدد فتحات هيكون عدد الفواصل عبارة عن إيه؟ عدد الفتحات ناقص واحد بالظبط. هو عبارة عن بي 2 ناقص إن ناقص واحد في تي بي. طيب اخر طبعا سيكشن عندي اللي هو سيكشن رقم اربعه بقى اللي هيظهر عندي فيه الفينتس هو عباره عن الفي ايه؟ طبعا ده الفينتس بتاعتي اللي احنا اول حاجه هنخش نصممها دلوقتي. تمام؟ طيب هتلاقي عندك طبعا الايه؟ على حسب بقى الايه؟ عمق بتاع الفتحه وعرض الفتحه وارتفاع الفتحه وعرض الفتحه وابتدي احسب حاجه اسمها في فينتس. هنحسبها دلوقتي حاجة. طيب ده بالنسبة للرسمة بتاعتك، حد مش فاهم حاجة في الرسمة؟ ازاي بحسب الاريا دي؟ عادي جدا عبارة عن ايه؟ واي مضروبة في العرض بتاع المية. طب العرض بتاع المية عبارة عن ايه؟ عبارة عن عرض بي 2 ناقص الفواصل ناقص التي بي. طب نفترض ان انا ايه يعني كنت اقول بي 2 ناقص التي بي كاني ايه قلت الواي في
الالعاب كان مثلا مش عندي الفاصل ده فعباره عن الواي كروس سكشن بتاع الميه عباره عن ايه؟ عباره عن الواي في العرض بتاع الميه. طب العرض بتاع الميه اللي هو عباره عن بي 2 ناقص تي بي. طب نفترض ان انا عندي اكتر من تي بير. طب هو اصلا بحط التي بير على اساس ايه وبحط البيرز على اساس ايه؟ على اساس الفواصل بتاعتي. عندي عدد الفتحات مثلا فتحتين احط فاصل، عندي ثلاث فتحات او اربع او ايه؟ ثلاث او اربع فتحات احط ايه؟ ثلاث فواصل. يعني دايما عدد الفواصل عباره عن ايه؟ عدد الفتحات ناقص واحد. تمام؟ هيبقى عباره عن ان ناقص واحد في التي بير، ان ده عدد الفتحات. والتي بير غالبا بناخده واحد منهم. واخر طبعا سكشن عندي هو الفي فينت او الايه؟ السرعه جوه الفينت، ودي اول حاجه نبتدي بيها تصميم زي ما هنشوف دلوقتي. ماشي. حد مش فاهم حاجه في الرسمه دي؟ طيب. هنخش بعد كده نبتدي نعمل هيدروليك ديزاين. طيب الهيدروليك ديزاين بتاعي هو طبعا بيطلب مني عدد الفتحات والدايمنشنز بتاعت الفتحه واعمل شيك على حاجه. طيب انا اول معادله واشهر معادله عندي خدناها في سنه ثانيه هي معادله ايه؟ واسهل معادله كمان كونتينيوتي كيو ايكوال اريا بلس كيو. هي دي اصلا من بيه. اقول ان انا عندي كيو هي الكيو بتاعتي ايه؟ كيو ماشيه في الايه؟ في الكنال. هل اتغيرت؟ لا هي ايه؟ فالكيو كنال ايكوال. انا هبتدي اول حاجه عندي بالفينس هي دي اللي هبتدي اصممها اول حاجه. فعباره عن اريا بالفيلوستي او البي بنت في اريا بنت. طيب انا هبتدي دلوقتي عايز الدايمنشنز وعدد الفتحات ان هم فانكشن في الاريا بنت. وانا عايز الايه؟ هل عندي البي بنت؟ ما عنديش، فطبعا هضطر تعمل ايه؟ اسيوم بالظبط، اسيوم البي بنت. البي بنت اسيومها على حسب اربع حاجات بيحكمون. من اثنين لثلاثه في كمان او من واحد لاثنين متر بير سكند. ابتدي اعمل زي ايه؟ زي مسخره كده واحط فيها الليمتس بتاعتي. احط مثلا عندي ايه؟ اربع ليمتس واحاول اجيب البي ليمت في الايه؟ في الليمت اللي هو في النص. هنشوف في الحل الكلام ده دلوقتي. طيب عملت اسيوم للبي ليمت. تمام؟ ابتدي احسب الايه؟ احسب الاريا ليمت اللي هي عباره عن كيو كمان على البي بنت. طيب هنا بقى اسال نفسي سؤال. انا اصمم الفتحات دي هل اصممها بوكس سيكشن ولا اصممها بايب سيكشن؟ ساعتها هيختلف. ان انا لو عندي اصمم بوكس سيكشن هيبقى لانه الدايمنشنز عباره عن ايه؟ الاريا بتاعت الايه؟ بنت. عباره عن عدد الفتحات في الاريا بتاعت الفتحه الواحده. الاريا بتاعت الفتحه الواحده اللي هي عباره عن عرض الفتحه اللي هو اسميه اس وارتفاع الفتحه اسميه اتش. هيبقى عباره عن ان في اس في اتش. طب لو انا هحط بقى مش هحط بوكس سيكشن ده انا هحط ايه؟ بدل البوكس ده ابتدي احط بايبس. نفس الكلام برضه هيبقى عندي عدد الفتحات ان بس المره دي في الاريا بتاعت البايب. انا طبعا بتكلم دايما لما ايه بقول كيو ايكوال اريا فيلوستي بتكلم دايما على كروس سكشن اريا اوف ووتر. ماليش دعوه بالفواصل ما بينهم. فالاريا اوف ووتر هي عباره عن ايه؟ باي دي سكوير على الاربعه. طيب تعال نشوف الكلام ده دلوقتي. ساعتها طبعا هيظهر عندي ايه؟ ثلاث مجاهيل. هبتدي طبعا اعمل برضه اسيوم تاني. طالما عملت اسيوم بعمل تشيك. طيب تعال نشوف الكلام ده بقى في الشيت. في الشيت برضه جايب لي نفس الكلام. بيقول لي ان انا عندي A cover is to be constructed across a branch canal to convey its flow underneath a proposed highway. نفس الكلام بقى عندي ان انا عندي كنال ماشيه تمام والمفروض ان انا عايز اعمل كارفر عشان خاطر ايه؟ اعدي الميه بتاعتها من تحت هاي واي او من تحت طريق. طبعا بديهم كروس سيكشن بتاع الكنال وبتاع الطريق. ده الكروس سيكشن بتاع الكنال مديني منسوب البيت 2 ومنسوب الايه؟ ووتر ليفل 4. ده اول حاجه اجيب منها ايه؟ اجيب منها الواي بتاعت الكنال بالظبط اللي هي عباره عن 2 متر.
طيب نبتدي بقى هنا ايه؟ السهم ده من اول هنا لغايه هنا براس سهم واحد. ده معناه ايه؟ البي بتاعتي بكام؟ البي بتاعتي بسبعه. البي بتاعتي كمان بسبعه. نقط لو كان كمل كروس سيكشن كان هيكمل ايه؟ بقيه السهم ده. طيب طبعا حسبت الواي كمان والبي كمان، ابتدي احسب الاريا بتاعت الكمان اللي هي عباره عن ترابيزيه الكروس سيكشن تي واي زائد تي واي سكوير بتديني سايد سلوب واحد. فابتدي احسب الاريا بتاعت الكمان اللي هي هتكون كام؟ 18 بالظبط. طيب مديني برضو في المساله بيقول لي ان انا عندي الكيو اللي انا عايز اعمل لها في الكونفورت 8.5 جيجا كيو بير سكند. هستفيد الكلام ده بايه؟ عندي الكيو وعندي الاريا، ابتدي احسب ايه؟ ابتدي احسب البي بتاعت الكمان اللي هي عباره عن كيو كمان على الاريا كمان هتساوي كام؟ هتساوي 0.472. جبت الفي بتاعت الكنال ابتدي اعمل ايه؟ اسيوم ايه؟ انا عايز اصمم الفنت، عايز اصمم الفتحات بتاعتي او مطلوب عندي. جيب اول هيدروليك كالكوليشنز فور ايه؟ فور ذا ديزاين يوزنج كونكريت بايبس يوزنج بوكس سكشن. طيب ابتدي عايز اجيب الاريا الاريا فنت، قلنا زي ما عشان اجيب الاريا فنت لازم اسيوم الفي فنت، فابتدي اسيوم الفي فنت من 2 ل 3 في كنال ومن 1 ل 2 متر بير سكند. فابتدي اسيوم الايه؟ الفي فنت. اعمل المسطره بتاعتي الاقي ان انا عندي 2 في كمال و3 في كمال، 2 في 0.47 و3 في الايه؟ في 0.47 طلعت لي 0.94 1.42. هتلاقي عندك ان ايه؟ 2 في كمال و0.94 و3 في كمال طلعت لي 1.42. يعني ده معناه ان الواحد ايه؟ من 1 ل 2 متر بير سكند هحطهم على المسطره هنا اهو، هبتدي اقسم الفي فينت ايه؟ حاجه ما بينهم. فمثلا انا عملت اسيوم للفي فينت عملتها بالظبط ال 3 في كمان. جبتها على الليمت بالظبط. ليه؟ عشان كل ما تكون السرعه كبيره كل ما يكون الكروس سكشن بتاعك اقل شويه، طبعا هي توفر في الديزاين. فعملت تقسيم البي فينت ايكوال 3 في كمان هتطلع لي اللي هي 1.42 متر بير سكند. طيب دلوقتي اقدر احسب بعد كده الاريا فينت، تمام؟ فالاريا فينت هتبقى عباره عن ايه؟ كيو كمان على البي فينت، تمام؟ فالاريا فينت هتساوي كام؟ هتساوي تقريبا 6 متر سكوير. تمام؟ طيب ابتدي دلوقتي هو طالب مني ان انا اعمل ديزاين مره البوكس سيكشن ومره البايب سيكشن. طيب هعمل دلوقتي ديزاين للبوكس سيكشن. زي ما اتفقنا البوكس سيكشن عباره عن عرض الفتحه اللي هسميه اس وارتفاع الفتحه هسميه اتش. زائد شويه الفواصل بتاعتي في الفصل اللي هو ايه؟ من فوق ومن تحت ده هسميه تي 1 والفصل اللي بالعرض ده هسميه تي 2. هبتدي اعمل ايه؟ اقول الاريا فينت اللي هي 6 متر سكوير دي عباره عن ايه؟ عرض الفتحات فعرض الفتحه في الاتش. انا بتكلم عن كروس سكشن اريا اوف ووتر فعباره عن ان ان في اس في اتش. فاول سؤال هساله لنفسي، طب انا عندي دلوقتي ثلاث مجاريف هبتدي اعمل اسيوم ليه؟ هبتدي اعمل اسيوم لواحد منهم. انا هعمل اسيوم للاتش بحيث احقق الكونديشن بتاعي اللي هو راننج فول او مليان على الاخر. تمام؟ فابتدي اعمل اسيوم للاتش عشان احقق الكونديشن ان هو مليان على الاخر. اعمل حاجه اسمها او احقق السبميرجنس. ايه هي السبميرجنس دي؟ انا عايز اقول ان هو مليان على الاخر. فانا عندي ارتفاع الميه عباره عن الواي. تمام؟ فانا هعمل حاجه اسمها سبميرجنسي.
السبمرجنس طبعا اللي هي زي ما خدناها قبل كده في الهيدروليك جامب اللي هي ايه؟ حاجه سبمرجنت او حاجه ايه؟ غرقانه او حاجه. فالسبمرجنس بتاعتي افرض انها 20 سم من 20 ل 30 سم. وابتدي اجيب اه يبقى ده ارتفاع الفتحه اللي هو اتش هو عباره عن واي ناقص السبمرجنس دي اللي هو ايه؟ واي ناقص الايه؟ 20 سم. طب عندك الواي بتاعت الكنال كانت 2 متر ناقص اقل 2 هتطلع 1.8 متر. يبقى عملت اسيوم للاتش بحيث ان هو يحقق لي السبمرجنس. لا مش شرط مالهاش دعوه. اه بالظبط هو اهم حاجه ان انا اضمن الايه؟ الفينتس دي مليانه على الاخر. فليها علاقه بالواي بتاعت الكنال مثلا وهي ناقص تناقص منها 20 سم. طيب وابتدي اعمل ايه؟ احسب الاس. اه هتلاقي عندك قانون كده اهو يقول لك ان الاس بتاعتي بتساوي من 1 ل 1.5 الايه؟ الاتش. عرض الفتحه بتاعتي من 1 ل 1.5 ارتفاع الفتحه. ليه من 1 ل 1.5؟ خلي بالك انت لو قلتها عن ارتفاع الفتحه فساعتها كل ما يحصل كل ما عرض الفتحه هيقل وارتفاع الفتحه هيزيد. ده هيدروليك كويس هيدروليكي. لا الميه بتقابل ايه؟ بتقابل ريزيستنس اكبر كل ما يكون عرض الفتحه ده قليل جدا. طيب انا برضو مش عايز عرض الفتحه يزيد قوي عن 1.5 الاتش. ليه؟ هو هيدروليك كويس؟ هو طبعا كويس بس كل ما زود عرض الفتحه كل ما الميه ايه؟ هتعدي بسهوله اكبر. ولكن مش ليه علاقه بالسرعه قوي زي ما يجي بقى المهندس الانشاء يقول لي لا انت عندك لو زودت عرض الفتحه قوي عن ارتفاع الفتحه ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى ديفليكشن. فساعتها لازم السكنس بتاعك ايه؟ هيزيد او السكنس بتاع الحاجات دي. لان خلي بالك الدي 1 دي دي 1 بحسبها من ايه؟ فانكشن في عرض الفتحه برضه الامبريكال ايكويشن عباره عن عرض الفتحه على السنتر اس على السنتر عشان خاطر اقلل برضه الديفليكشن الكلام ده. طيب والدي 2 ده برضه بحسبه على اساس الايه؟ على اساس ارتفاع الفتحه فهو عباره عن اتش على السنتر. طيب هبتدي دلوقتي اقسم الاس من 1 ل 1.5 الاتش. فانا عملت لها اقسم بقى اسهل حاجه على طول ان الاس ايكوال ايه؟ ايكوال الاتش ايكوال ايه؟ 1.8 جبت الاتش وجبت الاس ناقص لي المجهول الوحيد اللي هو ايه؟ عدد الفتحات. هبتدي احسب الان. الان بتاعتي هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 1.85. هل ينفع عدد الفتحات يكون 1.85؟ هتضطر ايه؟ اقربها هستخدم مثلا الكبير اقربها للكبير هستخدم فتحتين. كده الفلوس هتتغير يبقى لازم ارجع احسب ايه؟ اريا فينت اكشن وارجع من اريا فينت اكشن احسب في فينت اكشن. يبقى دلوقتي احسب اريا فينت اكشن ايكوال ان اف اس اتش او ايكوال بقى على طول 2 1.8 اللي هي بتطلع لي كام؟ 6.48. وابتدي احسب في فينت اكشوال اللي هي عباره عن كيو كانال على اللي هي فينت اكشوال اللي هي بتطلع لي كام؟ هتطلع لي 1.312. طيب انا دلوقتي هعمل بقى تشيك. هعمل تشيك على حاجتين. اول حاجه عندي هعمل تشيك على الدايمنشنز. ازاي؟ خلي بالك بقى من حاجه ان انا عمال اقول لك ان انا عندي العرض اللي انا همشي بيه ما بين المولز وهو هو نفس العرض اللي هو ايه؟ ما بين الفتحات اللي هو انا سميته بي 2 ده. ده ايه علاقته بالبي كانال؟ اه الاحسن ان هو يا اما يبقى اصغر من او يساوي البي كانال. لان هو لو اكبر من انا زي ما اتفقنا في التلسكيب انا ما بحبش اعمل ايه؟ ما بحبش اعمل انلارجمنت. تمام؟ فهبتدي احسب البي 2 دوت. تمام؟ زي ما اتفقنا البي 2 هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن عدد الفتحات في عرض الفتحه وازود عليها ايه؟ وازود عليها عدد الفواصل في ايه؟ في عرض الفاصل. فيبقى عباره عن البي 2 ان في اس زائد ان ناقص واحد في تي 2.
طبعا هنا عندي تي 2 او تي 1 1.8 على 6 اللي هي عباره عن ايه؟ 0.3. لا انا دلوقتي بحسب عرض. العرض اللي هو اثنين عايز اقارنه ب ال بي كمان، فبحسب العرض ككل. تمام؟ فالعرض ككل سواء الايه؟ اللي هو هنا او اللي جوه هنا هو عباره عن ايه؟ عدد الفتحات في عرض الفتحه زائد عدد الفواصل في عرض الفواصل. تمام؟ فيبقى عباره عن ام اس زائد ام اس واحد في البي 2. هبتدي احسب البي 2 ده هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي 3.9. ده اصغر ايه؟ اصغر من بي كمان اللي هي ايه؟ 7 متر، اصغر بكتير. طيب انا عندي اول تشيك بتاعي ازاي؟ طيب قبل ما اخش في ثاني تشيك ابتدي لو انا عايز اصمم بايب سيكشن ايه اللي هيختلف معايا؟ نفس الكلام. طيب انا عايز ايه؟ المره دي بقى عندي دايمنشن واحد اللي هو الدايمتر. وعندي نفس الكلام عندي الدي 1 بس المره دي الدي 1 ديت اللي هي الثيكنس بتاع البايب. افترض ان انا اخدها على طول مثلا 10 سم 0.1. والدي 2 الفاصل بتاعي ما بين الفتحات بس خلي بالك هو من ايه؟ من سيركل او من انر سيركل دي من انر دايمتر او من انر دايمتر لايه؟ من انر دايمتر التاني. طيب هو الدي 2 ده دايما اخده ايه؟ يعني حوالي نص متر. برضه كاعتبارات ايه؟ كاعتبارات تنفيذيه، انا خلي بالك البايبس دي ابتدي احطها على ايه؟ على زي فاونديشن كده او زي فوتين. تمام؟ فلازم تراعي ايه؟ ان انا عندي فواصل. طيب نفس الكلام بقى اللي عملته هنا اعمله هنا. انا ابتديت بيه الاريا فينت اللي هي ايكوال كيو كمان عن في فينت اللي هي عباره عن كام؟ عباره عن 6. بس المره دي الاريا فينت عباره عن عدد الفتحات في الاريا كروس سكشن اريا اوف ووتر اللي هي عباره عن واي دي سكوير على 4. طيب نفس الكلام بقى عندك ام وعندك الدي عندك مجهولين تبتدي تقسيهم ايه؟ واحد فيهم. فعايز ايه؟ احقق الايه؟ كونديشن بتاع السبمرجنس. فابتدي اقسم ايه بقى المره دي؟ ده بقى مش هيبقى الاتش، ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى التي. بس نفس الكلام الدايمتر عباره عن الواي ناقص الايه؟ ناقص السبمرجنسي. هقسم الدايمتر عباره عن واي ناقص ال 0.2 تطلع 1.8. تمام؟ وابتدي احسب بقى على طول الان. الان بتاعتي اللي هي هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 2.35. طبعا ما ينفعش اخد ايه؟ عدد الفتحات 2.35 هستخدم ايه؟ ثلاث فتحات. خلي بالك لو انت ايه؟ لو انت جيت شايك على الشيب بتاع ايه؟ 100 مين لقيته كبير قوي ساعتها هاخد عدد الفتحات اللي هو الايه؟ الاقل. طيب فاستخدمت عدد الفتحات الاكبر بس طبعا لما استخدمت عدد فتحات اكبر الاريا بنت اتغيرت فاحسب الاريا بنت اكشوال اللي هي 3 مضروبه في الواي 1.8 سكوير على 4 واحسب الايه؟ الدي بنت اكشوال. طيب الاريا بنت اكشوال تطلع لي 7.63 والدي بنت اكشوال تطلع لي 1.11. تمام؟ ماشي. برضه خلي بالك من حاجه ان انا وانا بحسب الفي فينت اكشوال انا عندي هنا برضه ليمتس. انا مش عايز ازيد عنها، انا عندي ليمتس برضه بتاعتي ال 1 متر بير سكند ده المينيموم بلس وال 2 متر بير سكند ده الماكسيموم بلس. فطول ما انا هنا حسبت الفي فينت اكشوال طلعت لي ايه؟ طلعت لي 1.31. تمام ده من 1 ل 2. فلازم اشيك على الفي فينت اكشوال بعد ما اخلص. طيب وهنا عندي 1.11 تمام برضه انت من 1 ل 2. فانت ايه؟ الشيك بتاعك سيف. واعمل شيك على الدايمنشنز. شيك على الدايمنشنز ابتدي احسب البي 2 برضه نفس الكلام البي 2 دوت اللي هو من ايه؟ من اول
ايه الوش الداخلي بتاع البايب والوش الداخلي بتاع البايب الثاني، هتلاقي ان هم تقريبا نفس القانون، عباره عن عدد الفتحات في ايه؟ في عرض الفتحه اللي هو المره دي الدايمتر هيبقى ان في دي، زائد عدد الفواصل في العرض بتاع الفاصل اللي هو الايه؟ التي 2، يبقى ان دي زائد ان ناقص واحد في التي 2 اللي هو هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي 6.4 متر. اصغر من الميجا مان. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي خلصت التصميم بتاع الاي بوكس سيكشن بتاع البايب سيكشن، وطبعا ايه شايفنا الفيلوستي ما زالت من 1 ل 2 ايفنت اكشوال، والايه التشيك بتاع الدايمنشنز اللي ايه العرض ما زال اصغر من ايه؟ من البي بتاعت الكاميرا، اصغر من الزاويه البي بتاعت الكاميرا. ناقص لي بقى تشيك اخير، لان احنا اصلا كنا عملنا سيجنال فيلوسيتي كان لازم اعمل تشيك عليه، هو التشيك بتاع حاجه اسمها هيدنج اب. ايه هو الهيدنج اب ده؟ الهيدنج اب ده زي ما كنا بنقول قبل كده في السكاشن اللي فاتت او حتى في الهيدروليكس، الميه لما بتقابل عرض او ايه؟ او منشأ بيبتدي يحصل لها ايه؟ عايزه تتغلب على العرض ده فتبتدي تجمع هيد وارتفاع هيزيد. انت بقى خايف من خايف من ايه؟ من الهيدنج اب ده اللي هو ارتفاعها لما يزيد، خايف ان هي تعمل لي باد ووتر كيرف ياثر لي مثلا على منشآت ايه؟ ورا يبرقها لي او حاجه. تمام؟ طيب هنقف دلوقتي وناخد ايه؟ شويه اللوسز اللي هنحسب بيهم الهيدنج اب. طيب زي ما كنت لسه بقول زمايلكم من شويه ان احنا الابروتش اللي بنحل بيها الريجيشن كالفرت دي تعتبر زي امبيريكال ابروتش. ايه الامبيريكال ابروتش او اي حاجه امبيريكال؟ تعتمد على ان انت من كتر الديزاين قدرت تحدد ان الابعاد المناسبه لما بتعمل اسيوم للفي فينت من 2 ل 3 في كمان، لما بتعمل اسيوم للسرعه. فهتعمل اسيوم للسرعه من 2 ل 3 في كمان هتجيب لك الاريا فينت ابعاد مناسبه وتبتدي تحسب عليها ايه؟ باقي البروتكشن وورث او باقي الابعاد. تمام؟ فهي دي الابروتش اللي بحل بيها الاريجيشن كارد. طيب ناقص لنا ان احنا طالما عملت بقى اسيوم للفي فينت لازم اعمل تشيك على حاجه، انت بعدين طالما عملت اسيوم لازم اعمل تشيك على حاجه. الحاجه دي هي الهيدنج اب. زي ما اتفقنا قبل كده ايه الهيدنج اب ده؟ لما المايه بتقابل ايه؟ عائق او منشا، عايز تتغلب على العائق ده وعايز تتغلب على اللوسس جوه العائق ده فتبتدي تجمع هيت. تمام؟ عشان بعد كده ايه؟ قادر على التغلب على اللوسس ديت وتفقد اللوسس دي او تفقد الهيت ده على هيئه الايه؟ اللوسس اللي جوه العائق. طيب انا بقى خايف من الهيدنج اب ده، الميه لما الارتفاع هيزيد خايف من الهيدنج اب ده من الباك ووتر كيرف هترجع بقى تاثر لي على المنشات اللي ورا، فانا خايف من كده. عشان كده انا بحاول الهيدنج اب ده ما يزيدش عن حد معين اللي هو انا في الكالفرت ما يزيدش عن 20 سم. طيب عايز ابتدي احسب الهيدنج اب دوت، فطبعا من كلامي الهيدنج اب ده عباره عن ايه؟ من كلامي حتى. مجموع ايه؟ مجموع الهيد لوسز، او حتى مش من كلامي يعني ممكن احسبها ان انا اعمل ايه؟ ابتدي اطبق مانولي ما بين قبل الكارفر وبعد الكارفر. طيب قبل الكارفر، انت بعد الكارفر خلاص اتفقنا ان انت هترجع تاني للواي بتاعت الكنال، عشان كده احنا قلنا الايه؟ الاتش او دي عباره عن الواي ما تتسبمرجنس. فبعد الكالفرت خلاص انا عارف الايه؟ عمق الميه هنا اللي هو الواي بتاعت الكنال. طيب قبل الكالفرت زي ما قلت لك الميه ايه؟ لما لقت عائق ابتدت تعلى فعملت هيدنج اب، فعباره عن الواي زائد الهيدنج اب. طيب ابتدي بقى اطبق برزولي ما بين ايه؟ ما بين واحد وما بين اثنين وما بين قبل الكالفرت وبعد الكالفرت، فتلاقي عندك ايه؟ عندي اول حاجه طبعا لو عندي ايه؟ زد 1 زائد الايه؟ واي زائد الهيدنج اب زائد البي سكوير على 2 جي ايكوال الناحيه الثانيه زد 2 زائد الايه؟ الواي زائد البي سكوير على 2 جي زائد الهيد لوسز. تمام؟ اول حاجه عملتها هاسيوم ايه؟ هوريزونتال بيرد. عملت اسيوم هوريزونتال بيرد طيرت الايه؟ طيرت الزدات. طيب تاني حاجة عندنا الواي زي ما اتفقنا هي تقريبا هي الطيارة الواي. طيب
السرعه هنا عباره عن اريا. لو بنقول مثلا جي ايكوال اريا فيلوسيتي، فالاريا عباره عن ايه؟ هي طبعا ترابيزويدال بس اللي هي عمق الميه واي زي الهيدنج اهو. بينما الناحيه الثانيه عمق الميه عباره عن واي برضه ترابيزويدال. فتلاقي عندك الهيدنج اهو هنا بقول لك قيمته بتوصل لايه؟ اقل من 20 سم. ده بالنسبه ل 2 متر حاجه قليله ولا لا؟ فتلاقي تقريبا السرعه قبل وبعد ما بتتغيرش كتير. ممكن اعمل لها ايه؟ اعمل لها نجلكت. يبقى وصلت من اخر المعادله ان الهيدنج اب عباره عن مجموع الهيد لوسز ايه؟ جوه القلب. تمام؟ طيب نبتدي بقى نتعرف على الهيد لوسز دي. هتلاقي ان هم ست هيد لوسز او ست انواع من الهيد لوسز في القلب. اول حاجه هقابلها نمت لوسز، بعد كده هقابل سكرين لوسز، بعد كده انترنس لوسز، بعد كده فريكشن، وبعد كده اكزيت، واخر حاجه اوتلت لوسز. هتلاقي ان احنا عندنا في انلت وفي انترنس وفي اكزيت وفي اوتلت. تعال نبتدي بيه. اول حاجه عندي انلت لوسز. خلي بالك بقى برضه اللوسز دي زي ما اتفقنا ان احنا الابروتش بتاعنا امبيريكال، فكل اللوسز دي برضه عباره عن كوفيشنت في سكوير على 2 جي. الراجل بقى اللي عمل او اللي ايه الكوتر ديزاين اللي عمل الايكويشن مثلا بتاعت الانلت لوسز دي او اللي عمل الكوفيشن بتاع الكي دوت استخدم سرعه معينه. ايه هي السرعه دي؟ اول حاجه الانلت لوسز دي هقول لك ان هي نتيجه التغير في الكروس سيكشن. كنت انت داخل هنا ترابيزويد كروس سيكشن، رحت عملت ايه؟ حولت ريكتانجلر كروس سيكشن، فطبعا حصلت لك لوسز. فاول حاجه الانلت لوسز دي نتيجه الريدكشن في الكروس سيكشن. طيب فجه الراجل هنا حسبها قال لك ان انا عندي كوفيشنت، الكوفيشنت ده بيعتمد على نوع الريدكشن ده. هل هو ريدكشن ساتن زي اللي انا رسمه هنا اهو؟ انت فجاه تحولت من ترابيزويد بقيت ريكتانجلر فجاه، فساعتها الكوفيشنت ده هيبقى ايه؟ هيبقى كبير شويه، هيبقى 0.1. او ان انا ممكن اعمل، لا انا ممكن احاول اعمل التغير ده ولكن بطيء شويه، اعمل حاجه اسمها تيبر او مال. التيبر ده بميل ايه؟ بميل واحد لواحد. تمام؟ التيبر ده هيكون الايه؟ كوفيشنت فيه 0.06. تمام؟ ثانية اه. ده هيكون ايه؟ لا التغير بتاعي ده كان تغير الكروس سيكشن من ترابيزويد اللي هي ريكتانجلر، لا ده كان تغير بطيء شوية. فساعتها الكي ان بتاعته هيبقى ايه؟ هيبقى اصغر شوية، هيبقى 0.06. طيب بالنسبة للسرعة هتلاقي بقى ان الراجل اللي عمل الايكويشن دي استخدم السرعة اللي هي بتوين النوبس اللي هي سميناها في 1 اللي هي السرعة في ريكتانجلر كروس سيكشن. تمام؟ سوري اللي هي ايه؟ اللي هي هنا في 1 اللي هي عباره عن كيو كمان على بي 2 في الواي كمان. طيب ده اول نوع من انواع اللوسز. تعال ناخد بقى اللي عكسه، الاخر نوع بقى اللي هو الاوتلت لوسز. ده كان نتيجه الريدكشن في الكروس سيكشن، يبقى الاوتلت لوسز نتيجه ايه؟ نتيجه الانلارجمنت في الايه؟ في الكروس سيكشن. طيب هتلاقي بقى ان المعادله هنا اختلفت شويه برضه على حسب الراجل اللي عمل المعادله دي او اللي عمل الكوفيشن ده. فقال ان الاتش اوت عباره عن كوفيشن بس المره دي طارق سرعتين، في ابروتش ناقص البي كمان. وقال لي ان هنا افترض مثلا ان انا عندي البير بتاعي مكمل في الاخر، فكده كده عندي في ابروتش هي السرعه هنا اهو، وهنا السرعه في كمان. فقال لي الفرق ما بين السرعتين دول سكوير على 2 جي هو ده اللي ايه؟ حسبت بيه ايه المعادله وقدرت اقدر قيم الكوفيشن ده. برضه نفس الكلام عندنا يا اما تبقى صادم، بس خلي بالك بقى عشان كده انا بخاف دايما من الانلارجمنت، يعني ايه لوسز كبيره ودومان كبير؟ الستريم لاينز لما بتعمل ايه؟ بتعمل دايفرج. هتلاقي الكوفيشن كبير قوي مقارنه بالانلت، ده الكوفيشن للصادم 0.82. طيب الكوفيشن بعد كده تيبر، هتلاقي بقى التغير ده بطيء شويه عشان اتحول من ريكتانجلر الى ترابيزويدر. تمام؟ من ريكتانجلر الى ترابيزويدر، فهتلاقي التغير ده بطيء شويه، فالكوفيشن بتاعك هي 0.67. ممكن اخليه ازود الميل خالص، اخليه 3 لواحد، 3 افق الى ايه؟ الى واحد راسي، لان خليته ايه؟ مايل خالص او على الهادي خالص، فساعتها الكوفيشن بتاعك هيقل خالص، هيبقى 0.41. وناخد ان شاء الله برضه في السايفون
بعد الكالفرت ان انت ممكن بقى اقل اللوسز دي خالص ان انا اخلي شكل الوولز ولا شكل ستريم لاينز. بيبقى زيرو مش عارف. مش بيبقى زيرو طبعا في لوسز ولكن لوسز بتبقى قليله جدا محسبه. ده في سيكشن خاص اصلا بالايه؟ حاجه اسمها الكيرف وول وول. اللي هي الوولز اللي هي ايه؟ واخده شكل نفس شكل الايه؟ شكل الستريم لاينز. تمام؟ طبعا صعب التنفيذ. صعبه في التنفيذ بس انا استخدمتها في ممكن استخدمها في الكالفرت عالي جدا بس انا استخدمتها في السايبر عشان هتلاقي اللوس بتاعته اكتر شويه هتلاقي بدل ما هم 6 لوس هتلاقيهم 9 لوس. تمام؟ طيب ده بالنسبه للاوتلت لوسز. طيب هتيجي بقى ان انا عندي نوعين تانيين حاجه اسمها انترنس لوسز واكزت لوسز. ايه بقى الانترنس لوسز دي؟ اقول لك الميه بتاعتي وهي داخله من هنا بتقتطع مع حاجه اسمها الليب اللي هي دي. هي اصلا ايه فايده الليب دي؟ دي ليب او حاجه اسمها شفره بتعليها عن البيرم ليفل بمقدار نص متر. ايه فايدتها اصلا؟ ليه ما سبتش الفتحات كده زي ما هي؟ ليه عملت لها زي حيطه كده او ايه او شفره كده لفوق؟ ايه؟ يعني مش عشان برضه طب ماشي ليه عليتها نص متر كمان فوق البيرم؟ مش المطر بقى مش انت عندك الكلام ده رجم ده تراب. طب ماشي ما انت لو سبت التراب ده ممكن يقع لك ايه؟ جوه الكروس سيكشن. تمام؟ ايه؟ برضو عشان خاطر ايه؟ البيرم ده بيبقى عليه تراب فالايه؟ ما ينزليش جوه الكروس سيكشن. برضو يعتبر مثلا زي كانه سور كده اهو. سور مثلا اصل في ناس ساعات بتمشي على البيرم ايه؟ تعصيانه كده اهو. فكانه سور عشان ايه؟ مش يمشوا عليه بقى لو ما حدش مثلا ايه يحصل له حاجه. طيب فده عندي الليب بتاعتي. طيب الليب ديت هتلاقي عندك ان الميه كانت هنا في الريكتانجلر كروس سيكشن وابتدت تخش جوه الفينس. حصل تغير في السرعات ولا لا؟ ده انت كنت هنا ماشي بالفي اللي احنا سميناها في ابروتش ودخلت على الفي فينت. لما حصل تغير في السرعات السرعه بتاعتك زادت فابتدت تعمل ايه؟ تعمل فريكشن مع الليب دي. فكل ما يكون الفريكشن ده كبير على حسب بقى شكل الليب كل ما الانترنس لوسز هتزيد. فيبقى الانترنس لوسز دي نتيجه الفريكشن مع الليب اللي هي الايه؟ الشفره دي. طيب هتلاقي المعادله بتاعتها حسبها من في بنت اكشن لها السرعه ايه؟ هي سرعه طبعا متغيره من في ابروتش في بنت اكشن بس الراجل عمل المعادله دي او حسب الكي انترنس حسبها لي من في بنت اكشن. فابتدى يحسب الاتش انترنس عباره عن كي انترنس في الديفنت اكشوال سكوير على 2 جي وعلى حسب شكل الليب دي هيحسب الايه الكوفيشن. هتلاقي ان الكي انترنس لو صادم كده اهو او اللي هي شارب ليب مثلا هيبقى الكي انترنس بتاعي نص. طيب لو راوندد بقى لا دي واخده ايه؟ واخده شكل شويه ايه؟ راوندد. تمام؟ فساعتها الكي انترنس هيقل شويه هيبقى 0.2. لو افرض بقى ان انت ايه لا انت خدت شكل راوندد من ايه؟ من تحت لفوق او خدت شكل حاجه اسمها بيل ماوس. يعني ايه بيل؟ يعني جرس بالظبط واخد شكل الجرس تقريبا. فساعتها الايه؟ الكي انترنس دوت هيبقى اقل حاجه بقى اللي هو من 0.05 الى 0.1. تمام؟ طيب هتشوف بقى الناحيه الثانيه عكسها اللي هي الاكزت لوسز بس دي مش نتيجه الفريكشن ولا حاجه. الاكزت لوس دي بقى ايه؟ برضه امبيريكال ايكويشن بس نتيجه الريدكشن في الاكزت فيلوسيتي. خلي بالك بقى من حاجه انا خارج طبعا من بعد الكالفرت خارج بقى يا اما ان انا هكمل كونتينوس فلو افترض ان ده الكالفرت بتاعي يا اما كونتينوس فلو هكمل في نفس الستريم لاين يا اما مثلا كروسنج ستريم هيعدي ستريم تاني يا اما مثلا هصد في ايه؟ في بوند او ليك ايا كان. فطبعا هيكون ايه؟ هيكون في تغير في السرعات اللي خارجه في الاكزت ايه؟ فيلوسيتي. فهتلاقي عندك ان الكي اكزت ده صنفناه لحاجتين، لو انت خارج الى بوند او ليك او كروسنج ستريم فالسرعه طبعا بتاعتك هتبقى ايه؟ تقريبا هتقل هتقترب من ايه؟ من الصفر. تمام؟ فساعتها الكي اكزت هتكون واحد. بينما لا لو انت خارج ايه؟ كونتينوس فلو فالسرعه بتاعتك هترجع تاني تمشي بالايه؟ بالفي كمان اللي هي كانت ماشيه بيها. فالكي اكزت بتاعتك هتبقى 0.8. طيب دي امبيريكال ايكويشن برضه الراجل حسب الكوفيشنز دي
ابتدى يقول لي ان الكوفيشنت دي حسبتها عن طريق فيفنت برضه فيفنت اكشن. تمام. طيب ده بالنسبه للايه الانلت والاوتلت والانترنس والاكس. نبتدي بقى نشوف الحاجات اللي في النص. فاضل لنا ايه نوعين مهمين جدا. اول حاجه عندنا السكرين لوسز. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا بنبتدي نحط سكرين عشان خاطر ايه تتكون عليها اي بقى ايه حد رمى زباله او اي حد رمى ايه حيوانات ميته او حاجه. تمام. طيب هتلاقي عندك ليها برضه ايكويشن الجريجر ايكويشن بس كبيره شويه. اتش سكرين عباره عن سي في التي على اس اس 4 على 3 ساين الفا في الفي ابروتش سكوير على 2 جي. برضه اول حاجه عندنا تحسبها بالايه بالفي ابروتش. ولكن الكوفيشن بتاعك كبير شويه لانه بيعتمد على كذا حاجه. اول حاجه عندي السكرين دي ما هي الا عباره عن شبكه. زي مثلا الايه السياخ اللي على الشباك ده مثلا. فالشبكه دي عباره عن ايه؟ عباره عن السياخ. فاول حاجه عندي في سي اللي هو شير فاكتور بيعتمد على شكل السياخ. لو كانت السياخ دي سكوير فساعتها السكرين ماينز قد ايه؟ طبعا قد ايه؟ هتقابل ممنع شويه. الفتحات اللي يعني الايه الفتحات اللي فيها يعني الشبكه دي عباره عن ايه؟ فيها سياخ. فالميه هتيجي تعدي ما بين السياخ دي فهتقابل ممنع لو سكوير. فالسي بتاعتها اللي كبير شويه 2.43. طيب لو السياخ دي كانت سيركل ليها ديامتر كده اهو فساعتها هتقابل ممنع اقل فالشيل بتاعك هيبقى ايه 1.79. واخيرا بقى لو السياخ دي اقل ما يمكن اللي هي الكس واخده بقى شكل الكس فساعتها دي ماشيه ايه مع الستريم لاينز ما بتعمليش لوسز خالص او بتعملي لوسز قليله جدا 1.67. طيب هتلاقي بقى التي والاس ما بتتلخبطش ما بينهم ما بين الايه؟ الاس بتاعت او الاس اس والتي بتاعت الفنت. هنا بنتكلم عن حاجه ثانيه. انا بتكلم عن الاس او السبيسنج ما بين السياخ اللي هو هناخده على طول ب 10 سم. طيب والتي دوت طبعا ايه؟ هيكون ده البار ثيكنس. الثيكنس بتاع السياخ او الدايمتر بتاع السياخ اللي هو عارف فين بناخده في الخرسانه ايه؟ باي 12. ناخدها مثلا 12 باخد البار ثيكنس اللي هو ايه؟ 1.2 سم او ايه؟ او 12 مم. تمام؟ اخر حاجه عندنا في المعادله هي الساين الفا. والالفا دي طبعا بتعتمد على زاويه ميل الايه؟ زاويه ميل الشبكه ديت. فتلاقي عندك ان احنا بنقول لك دي انكلينيشن ان اللي هي الالفا من 45 ل 75 درجه. عاده بناخدها 60 درجه. طيب هي المفروض خلي بالك بقى المفروض ما تقلش قوي. المفروض ما تقلش قوي عن ال 45 وما تزيدش قوي عن ال 75. هي ايه اللي هيحصل لو قلت قوي وزادت قوي؟ اول حاجه تعالى نتكلم لو قلت قوي مثلا احنا بنقولها 60 درجه لو قلت قوي عن ال 45 ايه اللي هيحصل؟ زي الفل. انت عندك كل ما ايه هتميل زياده كل ما هيحصل ايه اضطرت الولز بتاعتك هتكبرها زياده. طبعا ده كوست عليك ولكنها ايه طبعا كل ما هتكون قليله كل ما هيقل اللوسز. فحاول ان هي ما تقلش عن 45 درجه. طب ليه ما تزيدش عن 75؟ بالظبط. ده ليها سبب ايه؟ هي اولا هو كده لما ايه لو زادت عن ال 75 فساعتها النص هتبقى كبيره جدا. فدي حاجه. تاني حاجه ان انت ايه الشواذ بتاعتك بتتكون من اهو. فيبقى اسهل بقى لو ايه لو مانيوال. يبقى احنا عندنا قلنا زي ما عندنا في سكرين لوسز اللي هو الاتش سكرين عباره عن ايكويشن سي في التي على اس وده باور 4 3 ساين الفا دي ابروتش سكوير على الدنجر. قلنا عندنا ان السي دوت اللي هو الشيب فاكتور بيعتمد على شكل السياخ. لو انت عندك الشبكه دي عباره عن السياخ لو عندك ايه السياخ دي عباره عن سكوير فساعتها السي 2.43. لو سيركل هيبقى 1.79 ولو الكس تبقى 1.67. والاس والتي دوت الاس المسافه بين السياخ اللي قلنا هناخدها 10 سم والتي دوت الايه البار ثيكنس اللي هو هناخدها دايما ايه 5 12. طيب والالفا دي انكلينيشن انجل زي ما قلنا من 45 ل 75 درجه والمفروض ما تقلش قوي لان هي لو قلت زياده ساعتها ده هيأدي ايه الولز بتاعتك هتبقى طويله شويه ده هيبقى كوست عليك. ولو ايه ولو ارتفعت او زادت عن 75 ده هتزود لي الولز. وبرده زي ما قلنا ايه عندنا لما بنعمل ايه
كليننج او مانوال كليننج البروسيس ايه بتتكون على السكرين دي، فمش لازم ايه اعملها رئيسيه عشان تقدر ايه تشيلها بعد كده. طيب اخر نوع من انواع اللوسز هو الفريكشن لوسز، وزي ما قلنا ده اكبر ايه بيديني اكبر قيمه من انواع الايه اللوسز، ده اللي هيؤدي للسيجما اللي هي اللوسز هتزيد. فهو عباره عن ايكويشن دارسي ايكويشن اف ال على ام بريفنت سكوير على ان جي فريكشن لوسز جوه البنت. طيب هتقول لي اول حاجه عندي، طبعا اول حاجه عندي الاف ده بيعتمد على ايه؟ الاف ده فريكشن كوفيشنت، فبيعتمد على الماتيريال. كان قبل كده كان في ايكويشن بنعملها قلنا لو هيبقى كونكريت او ستيل، بس طبعا الايكويشن دي ما بقناش نستخدمها، فعلى طول هنقسم الايه فريكشن كوفيشنت من 0.005 الى 0.01 تمام؟ طيب الام دوت اللي هو الكالفرت لينس، اه انت عندك فريكشن هيحصل ايه الكالفرت لينس، اقدر احسبه سهل جدا. عباره عن ايه؟ اول حاجه عندي مش ده طريق؟ يبقى عرض الطريق ده. طيب زائد المسافه دي اللي هي ايه؟ اه ده من بانك من رود ليفل لغايه البيرت. فيبقى عندي فرق من 70% اللي هو رود ليفل ناقص البيت ليفل مثلا نسميها اكس، رود ليفل ناقص البيت ليفل او ناقص البيرت ليفل في الميل بتاعي. هجيبها طبعا من الكروس سكشن اللي هو جابت في الشيء. طيب واخر حاجه عندنا المسافه دي انا مش هعمل لب بالظبط على السايد ستوب، لا انا هسيب شويه قد ايه؟ حوالي 2 متر. تمام؟ عشان يقدر ايه اي حد مثلا بتاع مينتنس ولا حاجه يقدر ايه يعرف. طيب انا عندي عباره عن دبليو زائد 2 في اكس زائد 2 في ايه؟ في 2. فهو ده الكفر كلينس، دبليو زائد 2 اكس زائد 2. اخر حاجه عندنا بقى الام دوت، الام ده هتلاقي ان هو ما هو الا الهيدروليك ريتس اللي احنا كنا واخدينه قبل كده في الهيدروليكس. سميته ام ليه؟ عادي هو ده ايه؟ هو ده اصلا اصل الايكويشن اللي هي اف ال على الام في البي سكوير على الدي جي. فالهيدروليك ريتس كان عباره عن ايه؟ اريا على الويد بيراميدر زي الفل. فلو عندي لو بايب سيكشن هيبقى الاريا بتاعتي باي دي سكوير على 4 على الويت بارامتر باي دي، هتلاقي الباي طالع مع الباي فيبقى لك في الاخر دي على 4. اللي هو طلع لك في الاخر الايكويشن عباره عن ايه؟ 4 اف ال على الدي في الفي سكوير على الدي جي، مش ده اللي احنا كنا لسه ايه قايلينها؟ طيب لو عندي بوكس سيكشن بقى، لا انا عندي ايه بوكس سيكشن، فساعتها الاريا بتاعتك عباره عن ايه؟ اس في اتش بالظبط، ده ايه ده بوكس والويتر بارامتر 2 اس زائد اتش. تمام هبتدي احسب الاف والال والام، تمام اقسم الاف والال والام والفي بنت اللي انا هحسبها وابتدي احسب الايه اللوس. كده انا حسبت 6 انواع من اللوسز، ناقص لي حاجه اخيره بس ان انا اعمل ايه؟ اجمعهم كلهم وشايك ان الهيدنج ده اب دوت اقل من 20 سم. طيب نفترض بقى ان ما طلعش اقل من 20 سم. حلو جدا. ممكن ايه افكر ان انا اغير الفلوستي، اغير الفلوستي ازاي؟ ماشي بس انت خلاص عملت ديزاين، يعني ماشي انت كنت بتخش الليمتس دي عشان تجايد ليك للسرعه الايه المظبوطه. هبتدي اقلل الفيلوستي ان انا اعمل ايه؟ ازود دايمنشنز، تمام ان انا ايه؟ اكبر الاس. طيب نفترض مثلا ان انا عندي مش هقدر مثلا ان انا اكبر الاس او اكبر الدايمتر، او خلينا الاول قبل ما اخش على الفلوسيتي خلينا كان في برضه تفكير قبل ما اخش على الفلوسيتي ان انا اعمل ايه؟ اقلل ايه؟ اقلل اللوسز نفسها، اقلل الكوفيشن بتاع الكي، ريديوس الكي بتاعك. لو انا مثلا واخد صادن لا ده انا ابتدي اخد تيبر، لو انا واخد مثلا سكوير لا ده انا ابتدي اخد الاليبس وهكذا. طيب قلت ان هي مش
بتدي لود كبير في الحساب بتاعك بالظبط مش بتدي لود كبير ده اللي بيدي لود كبير بتاع الفريكشن الفيلوستي بتاعتك هي اللي ايه ليها هي دي اللي بتحكم لي اكتر فاول حاجه عندي قلت ان انا ايه او تاني حاجه عندي هريديوس الفيلوستي طب هريديوس الفيلوستي ان انا هكبر الاس بتاعه طب نفترض ان انا لا بقى عندي ليميت دلوقتي بتاع الدايمنشنز مش هقدر اكبر الاس عشان عندي ايه ما زدتش عن البي كمان هبتدي افكر ان انا اعمل ايه انا عايز اقلل الفيلوستي برضه نعم ما هي مكتوب هعمل دروب في البيت ليفل ليه اعمل دروب في البيت ليفل تخيل بقى بعد ما عملت لو تعمل مثلا دروب في البيت ليفل عند الجبر بتاعك فساعتها طبعا دي هي الواي فساعتها بقى الواي الجديده هتبقى عباره عن ايه واي زائد الدروب فبتاعتك ساعتها ايه ساعتها الاريا بتاعتك هتزيد فالفلوسيتي بتاعتك هتقل تمام طيب حد عنده سؤال في الكلام ده ان شاء الله السكشن الجاي ناخد structural design of color